في تونس يبدو أن عدوى الاحتجاجات والحركات قد انتقلت من الشارع ومطالبه الشعبية إلى مجلس نواب الشعب وأروقته، إذ نفذ نواب الحزب الدستوري الحر حركة احتجاجية حال دون عقد البرلمان لجلسة بين جدول أعمالها التصويت على اتفاقية مع صندوق قطر للتنمية. هذا الاحتجاج من قبل الدستور الحر أدى إلى نقل جلسة مجلس النواب إلى مبنى فرعي آخر، فيما قام عدد من الموظفين البرلمانيين بالحضور إلى مكان الاعتصام المفتوح، وذلك لفض أي اشتباك بين النواب. هذه الظاهرة الاحتجاجية في تونس تأتي في وقت لا تزال فيه مسألة الجمود الدستوري تلقي بظلالها على عمل مؤسسات الدولة، وهي ظواهر تزداد مساحتها مع تعثر دعوات الحوار الوطني. وإصرارهم اللي يزيد يأكد أنه الاتفاقية اللي احنا طاعنين فيها وما نحبوهاش تتعدى اتفاقية مشبوهة. بهذه الكلمات تتمسك عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بموقفها من اتفاقية تتعلق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس. ومع اعتصام أعضاء الحزب الدستوري الحر بدا المقر الرئيسي للبرلمان فارغا، حيث اتخذ قرار رسمي بنقل الجلسة إلى المقر الفرعي. ولكن موسي ورفاقها في الحزب اقتحموا الجلسة، حيث وصفت الجلسة العامة بأنها منعقدة خلسة، وهذا الأمر يأتي مع مشاركة عدد واسع من النواب عن بعد. المعركة هذه ليست جديدة وتطورت إلى أن وصلت إلى القضاء. المحكمة التونسية رفضت دعوة أقامتها موسي ضد راشد الغنوشي تتهمه فيها هو وحركة النهضة بتمرير اتفاقية صندوق قطر للتنمية. موسي وصفت الاتفاقية بالاستعمارية بسبب بنود ترى بأنها ستمنح الصندوق حرية التصرف بالاقتصاد التونسي، وستفتح الباب أمام تبييض الأموال مع عدم أحقية التصرف للدولة التونسية. فلهذا السبب تقدمت موسي بدعوى مستعجلة لإيقاف الجلسة العامة. إذن يعبر الحزب الدستوري الحر عن مخاوفه بالاعتصام بعد رفض الدعوى القضائية حاولت من خلالها موسي منع تمرير اتفاقية صندوق قطر للتنمية، ولكن وبرأي مراقبين لا يمكن تقدير أبعاد قوة اعتصام 16 نائبا من أصل 117 طالما أن الجلسة قائمة وقد تخرج بنتائج مرفوضة من الحزب الدستوري الحر. إذا للمزيد أرحب بضيفي من تونس الدكتور مجدي بوذينة عضو مجلس الشعب عن كتلة الحزب الدستوري الحر، كذلك ضيفي من تونس بالقاسم بالحسن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة وعضو مجلس نواب الشعب. أهلا بكم دكتور مجدي. سأبدأ معك، بماذا يفيد هذا التعطيل للحزب الدستوري الحر الاعتصام منع جلسة للبرلمان في مقره الرئيسي؟ أليست تونس بحاجة لكل جهد من الأحزاب السياسية لإنقاذها من أزماتها المتعددة، وليست إضافة أزمة جديدة على ما هو موجود؟ السؤال موجه لي. نعم يا دكتور تفضل. يعني كيف لنا ان نصمت اليوم على كيف لنا ان نصمت اليوم على الجرائم التي ترتكب في حق الوطن، وكيف لنا ان نصمت ان نرى الوطن يباع وان نرى تونس تباع تحت اقدام الاخوان، تحت اقدام الاستعمار الجديد الذي يضرب تونس؟ يعني اقل ما يمكن ان نقوم به اليوم هو الاحتجاج السلمي طبعا الذي يكفله القانون. نحن اليوم يعني يوجب التذكير اولا وان هذه النقطه مررت بالتدليس، راشد الغنوشي مارس التدليس حتى يمرر هذه النقطه، وكل ذلك موثق بالحجه والدليل. ثم طبعا هذا يعني صندوق قطر للتنميه، يعني الجميع يعرف يعني ويعلم تقريبا الشبهات التي تدور حوله في تمويل الإرهاب وغيره. يعني الجميع يعلم علاقته بقطر الخيرية وعلاقته، لكن ذلك يعني هل أنتم ذلك دكتور حتى لا نذهب يعني بالكلام هكذا بحق الصندوق دون أن يكون هناك أدلة وإثباتات، خاصة أن المحكمة الإدارية كانت أبطلت دعوة رفعتها موسي ضد الغنوشي. هذا الصندوق لديه مشاريع في أكثر من 90 دولة حول العالم في التنمية تقليص البطالة، يعمل على تقليص البطالة في تونس، مشروعات
تنموية وتمكين اقتصادي، مشاريع خيرية اجتماعية متنوعة، ألا يستحق هذا الصندوق الشكر على ذلك بدلا من تشويه سمعته؟ لما تقرأ مثل الاتفاقية الموجودة بحوزتنا اليوم وترى حجم الدمار والخراب التي تأتي هذه الاتفاقية، فلا يمكن أبدا إلا رفضها، لأن الاتفاقية تسلبنا حقوقنا. من بين فصول هذه الاتفاقية أن الدولة التونسية لا يمكن لها في المستقبل بعد إمضاء هذه الاتفاقية أن تقوم بأي إجراء أو تسن أي قوانين أو تشريعات تتضارب مع مصالح هذا الصندوق. هل يمكن لنا اليوم السكوت؟ وهل يمكن لنا اليوم أن نظل لمثل هذه الاتفاقية الاستعمارية؟ ثم طبعا مثل هذه الأمور لا يمكن التراجع فيها فيما بعد، تذهب إلى القضاء الدولي وتذهب إلى التحكيم الدولي، ولا يمكن تكلف عدل الدولة التونسية أموال وخسائر كبرى. وطبعا هذا مع الرجوع طبعا أولا وأخيرا إلى نقطة التدليس التي وقع بها تمرير هذه النقطة إلى الجلسة العامة. طيب أستاذ بلقاسم حسن، كيف ترد النهضة ومع باقي الأحزاب على ما ذكره الدكتور مجدي؟ في نهاية المطاف هم اعتصموا هم احتجوا، لكن نجح البرلمان في نقل جلسته إلى مبنى فرعي آخر وقضي الأمر، لكن هذا الخلاف لا زال قائما، وربما ليس الخلاف الوحيد ما بين النهضة والدستور الحر، يبدو أنه خلاف عميق على أكثر من قضية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الكريم، تحياتي لقناة المملكة. أهلا بك. لكل المشاهدات والمشاهدين شكري للاستضافة. يعني أعتقد أنكم سمعتم بكل وضوح. أولا تصحيح صغير صديقي، أنا نائب رئيس المكتب السياسي وليس رئيس المكتب السياسي. نائب رئيس. أريد أن أقول أن ما نشهده وما شاهدناه هذه السنة لا علاقة له بالديمقراطية ولا بالنضال السلمي، هي الفوضى والفشية. يعني لما مجموعة صغيرة تعتقد اللي هي على حق، تجعل من نفسها قاضيا وأمنا وبوليس وحاكم، توقف جلسات المجلس وتبث الفوضى فيه. يعني ما رأي ضيفك لما يأخذوا معناها يمنعون المجلس من سير العمل؟ هل هذه هي الديمقراطية؟ هل 16 نائب أوصياء على 217 نحيهم هم يقعدوا 201 يخون النواب ويخون المجلس؟ أن الاتفاقية متاع قطر ليست هي أول نقطة اليوم في مجلس نواب الشعب، عندنا اتفاقية عندنا حول العمل المنزلي، ونحن نتجنب الصدامات والفوضى والصراعات الجانبية وانتقلنا إلى البناية الفرعية. التحق ممثلو الحزب الدستوري الحر مرة أخرى لرفض عمل المجلس، يعتقدون أن الشعب التونسي سوف يحبذ هذه الصراعات متاعة العنف ومتاعة الفوضى، ولكن ما وصلنا الجلسة والتصويت وسوف نمر إلى الاتفاقية. كل الذي كان يقول ضيفك مع كل التقدير الخاص أكاذيب وافتراءات. احنا نعمل اتفاقية مع قطر الدولة الشقيقة اللي عندها معها علاقات دبلوماسية، تونس وليس الدستور الحر ولا النهضة من يحدد أن هذه الدولة إرهابية أم لا. اثنين، هذه الاتفاقية تخضع لنفس شروط الاتفاقيات التي نعقدها مع يعني مستثمرين أجانب أو عرب، أخرها الاتفاقية مع التعاون الفرنسي. صدق أن ما يقوله ضيفك كذب وافتراء، لأن الوطنية ليست لهم بها علاقة، في حين أن الثورة قامت ضد هذه المنظومة وهم يستفيدون من الوضع الديمقراطي ويشاركون في المجلس. هم يوقفون مجلس نواب الشعب عن العمل، لماذا لا يستقيلون منه؟ هم يتهمون الشيخ الغنوشي في حين أن القرار هو قرار مكتب المجلس بمشاركة ممثلي جميع الكتل الأخرى باستثناء الدستور الحر. هم يضحكون على الشعب التونسي مثل ما يضحك زميلك ضيفك الآن، لأنه لا حجة لهم غير العنف والفوضى. يتفضلون يشاركوا ويدخلوا وبالحجة وبالبرهان يقدموا رأيهم وليس بالعنف وبإلغاء كلام للناس. هذه ممارسة فاشية فوضوية لا علاقة لها لا بالديمقراطية ولا بالطرق السلمية. احنا امام شعبنا نناقش القوانين ونطرحها امام شعبنا. هم يعارضون الحكومة والنهضة والبرلمان ورئاسة الجمهورية والمعارضة الديمقراطية وكل من لا يسير خطهم الفاشي.
وهذا مسموع عند الشعب التونسي كله. طيب دكتور مجدي، استمعت المقالة الأستاذ بالقاسم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، ألا يمكن إدارة الخلافات مع النهضة مع غيرها من الأحزاب في إطار القانون مدنية الدولة؟ لا. ودستاني أقول لو سمحت، والدستور والمنافسة عبر صندوق الاقتراع بدل من لا تبادل الاهتمام. لا يمكن حل مثل هذه طيب الإشكاليات. دكتور مجدي معهم لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن التشاور، لا يمكن إدارة حوار ما بينكما للتفاهم على حل أزمات تونس بدلا من تبادل هذه الاتهامات، ويبدو أنها وصلت إلى مرحلة بين مزدوجين واعذرني التخوين. ليس بيننا وبينهم حوار، وليس بيننا وبينهم حتى صباح الخير. بالنسبة إلينا ما فعلوه بتونس وحجم الدمار وحجم الخراب الذي نعيشه كفيل بالإجابة على سؤالك سيدي. اليوم تونس تعاني أزمة صحية، اقتصادية، اجتماعية، أزمة على جميع المستويات، أزمة خانقة جدا، وهم ينسون كل ذلك. التونسيون ميتون بالفقر وبالجوع وبوباء الكورونا، وهم اليوم يلتفتون إلى اتفاقية قطر وإلى اتفاقية صندوق التنمية ولا ما أدري إيش، يعني في بكل ما الأشكال فضيحة ما يقومون به. يعني اليوم في ظل هذه الأوضاع في مجلس النواب نحن اليوم نصوت بطريقة إلكترونية، لا نصوت حضوريا. نحن اليوم في ظروف استثنائية في مجلس النواب، وهذه الظروف ينبغي عدم تمرير فيها مثل هذه الاتفاقيات، وهذا مكتوب بالأسود على الأبيض. يتعنتون ويمررون مثل هذه الاتفاقية، مجلس النواب فارغ بدون نواب، يعمل بدون نواب، يعني يعمل فقط عن بعد. هل هذه الاتفاقية اليوم بخطورتها، مكانها اليوم وظرفها اليوم؟ أقول كل هذا طبعا، والعالم كله يتفرج والعالم كله يشهد، والتونسيون طبعا يشهدون على ما يقترفونه من جرم في حق تونس. لا حوار لنا معهم ولا حديث لنا معهم، لأنهم بالنسبة إلينا لا ينتمون إلى هذا الوطن. هم يدافعون عن تنظيم الأخوان ومصالح تنظيم الأخوان الممتدة جغرافيا في العالم العربي، والتي لا تعترف لكن ولا لكن بالحدود، لكنهم أتوا دكتور مجدي، أتوا من كما أتيتم أنتم عبر صناديق الاقتراع. طب أود منك أن تستمع، خلينا نبعد عن موضوع النهضة. حاتم العماري الأمين العام للحزب الدستوري الحر المعفى انتقد ما اعتبره انحراف عمير موسي رئيسة الحزب عن الخط السياسي للحزب الدستوري الحر من خلال الهجوم والخصام على الجميع، الخطابات المتشنجة، تشجيج الشارع والدعوات إلى احتلال الساحات، وهذا لا يليق بالعائلة الدستورية. القول لحاتم العماري، كيف تردون؟ يبدو أنه من بين بيتكم من ينتقد نهجكم. يعني لا أستطيع التحدث عن شخص انتمى إلى الحزب الدستوري الحر وخرج منه مترودا منذ 3 سنوات. هو لا يمثل شيئا وسط الحزب الدستوري الحر ووسط ملايين التونسيين الذين اليوم انخرطوا والذين يقودون ثورة التنوير، الثورة الحقيقية التي ستعيد تونس إلى مصاف الدول المتقدمة أو إلى مصاف الدول النامية التي ترمي إلى التقدم وإلى النمو، لا إلى مصاف الدول الهامجية التي نعيش فيها اليوم. لا حديث لي لا عن حاتم العميري ولا عن غيره. بالنسبة لي هذا المجال ليس المجال، مجالنا اليوم هو الحديث عن مشاكل وعن الأزمة وعن كل ما تتخبط فيه الدولة التونسية اليوم، والذي أرجع وأقول أن سببه هو الإخوان، وهم الأذرع العنيفة التي يستعملونها في البرلمان، وهي كل الطبقة السياسية التي يعني اشتغلت لهم بالوكالة واشتغلوا بها لإحكام قبضتهم على الشعب التونسي. طب إذن أنت من وجهة نظرك كحزب دستوري حر ترى أن مشاكل تونس هي في حزب سببها حركة النهضة. أستاذ بالقاسم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، اليوم الحوار الوطني يتعثر، هناك دعوات ورؤى تطالب بتغيير النظام السياسي والانتخابي. النهضة كيف يرى إمكانية الخروج من هذا المأزق في ظل استحصاء سياسي، أزمة اقتصادية واجتماعية، وكذلك وباء كورونا؟ أنا أريد أن أذكر ببساطة أن احنا في تجربة ديمقراطية عقب ثورة ضد نظام
فجه شعبنا وأسقطه بثورته المجيدة، ثورة الحرية والكرامة. أذيال هذا النظام هم الباقية الآن، الذين لا يعترفون لا بديمقراطية ولا بمدنية ولا بسلمية ولا بقانون. أنت كنت تستمع إلى خطاب يقول لك إحنا نرفض تماما، ويخونون الجميع ولا يعترفون بأحد، وفي الحقيقة هم يمثلون ذلك النظام الذي سقط. ليس كل الدستوريين مع الدستور الحر، العائلة الكبرى الدستورية دخلت في توافق مع الثورة ومع التجربة الديمقراطية، لكن المجموعة الفاشية، المجموعة التي لا تعرف إلا عمل الميليشيا بقيادة زعيمتها أكبر ميليشياوية في تونس في التجمع المحلي، يعني أستاذ بالقاسم سأطلب منك أستاذ بالقاسم نحن نتعامل بروح الديمقراطية أستاذ بالقاسم. صديقي أنا آسف جدا، أرجو أن نبتعد، أرجو أن نبتعد عن لا طليق أرجوك في ضمن الحوار الذي يمكن أن يكون مفيدا مع تبادل وجهات النظر، ولك كل الاحترام والدكتور مجدي معك 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 تمام 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 أنا معك، لكنك استمعت إلى كلام كان يقال لا علاقة له لا بالأخلاق ولا بالديمقراطية. هذا الكلام لك وللدكتور مجدي، وأرجوكم أن نلتزم بقواعد الحوار وفي مجلس النواب شاء. طيب 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 سأواصل سيدي سأواصل. تفضل. إحنا ملتزمين بقاعدة الديمقراطية، والديمقراطية بالنسبة لنا أغلبية وأقلية، تحترم الأغلبية الأقلية في رأيها وتعبر عنها بكل حرية، والأقلية تقبل الأغلبية وتجعلها تمارس السلطة لا أن تعطل عملها. نحن مع الحوار الوطني، مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، نحن مع جلوس جميع الفرقاء في تونس للبحث على حلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمالية بأبناء وطننا أولاً، وبدعم أشقائنا وأصدقائنا ثانياً، وهذا ندعم فيه الحكومة التي نالت ثقة مجلس نواب الشعب. نحن مع الحوار ولا شيء غير الحوار، والحوار يرفض العنف ويرفض الفاشية ويرفض الإلغاء للآخر. نحن إلا من يقصي نفسه، نحن نعتبر اليوم كل القوى الوطنية والديمقراطية معنية، لكن الإخوة في الدستور الحر يؤاخذون كل من لا يقف معهم بالاسم، يتهمون الجميع بأنهم خونة لأنهم ليسوا معهم. الحقيقة هذا شيء أنا متأكد متأكد ضيفك في أعماق نفسه يعرف أن هذا الكلام صحيح، لكنهم لا يعترفون بالصواب، يعتقدون أن الغلبة في الصياح وفي المقاطعة، يتفضلون يتحدثوا في المجلس يأخذوا الكلمة ويصوتوا ويعبروا على رأيهم، وهو محفوظ، رأيهم محفوظ، لكنهم لا يقبلون رأي الآخر. هم يتكلمون نستمع إليهم، ثم عندما نتكلم يرفعون الميجافون ويقاطعون ويمارسون كل أنواع الإقصاء، وهذا لن ينجح لا في المجلس ولا مع شعبنا، لن ينجح ولن يمر، لأن الديمقراطية هي اقتراع وانتخابات وتصويت وليست فوضى وفاشية. أشكرك. نعم أنا أشكرك من تونس. والنظام السياسي نغيره بالحوار وبصلاحيات الدستور، النظام السياسي لا نغيره يعني بالفوضى وبالفاشية، نغيره بإرادة الشعب التونسي. الشعب التونسي بأغلبية الساحقة هو الذي يقدر أي نظام سياسي، وهو اختار هذا الدستور عبر ممثليه بأغلبية كبرى وصلت إلى 200 نائب في المجلس التأسيسي. سيقول كلمته الشعب التونسي قريبا، سيقول كلمته قريبا الشعب التونسي. طيب سنكتفي بهذا القدر. إن شاء الله. أشكركما من تونس. نعم. نعم أشكركما بالقاسم حسن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة وعضو مجلس نواب الشعب، كذلك أشكر ضيفي من تونس دكتور مجدي بوذينة عضو مجلس الشعب عن كتلة الحزب الدستوري الحر. شكرا جزيلا لكما.